الإسلام، فله الحمد والشكر، وله الشكر والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه سيد الأولين والآخرين، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم اجعلنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بما أوصاكم به جل وعلا على الذين من قبلكم وإياكم في كتابه الكريم، ألا وهي التقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن الله أمركم بالتقوى فاتقوه، وحذركم عن نفسه فاحذروه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيها المؤمنون، ما زلنا في شرح حديث النبوية الشريفة، الحديث التي رواه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وهو من أهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلنا في خطبة الماضية أن الأعمال هي جمع أمر يشتمل جميع الأعمال القلبية، وكذلك ما ينطق به اللسان، وكذلك ما يعمل به الجوارح، كل ذلك يقال له الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والنية من أعمال القلبية التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها. وعلى هذا يقول بعض العلماء أن النية محلها القلب، ولا ينطق بها إلا ما كان من الحج أو الأمرة. فتقول في الحج: لبيك اللهم الحج، وتقول في الأمرة: لبيك اللهم الأمرة. ولكن الإنسان عندما أراد أن يصلي صلاة الظهر لا يقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر. وقد حكى بعض السلف حكاية أن رجلا قد تأول أن يقول: نويت صلاة الظهر في مكان كذا خلف إمام كذا، ويوما ما كان في مسجد الحرام عند صلاة الظهر فنطق بهذه النية وقال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف إمام الحرم. فلما كبر الإمام أراد أن يكبر، فأمسك عليه سبي وقال: يا هذا، بكي لك أن تسمي هذا اليوم وهذا الشهر وهذا المكان، لأنك ما تركت شيئا إلا سميت بقولك نويت صلاة الظهر 4 ركعات خلف الإمام، فبكي لك أن تقول يوم الأربعاء وفي مكان كذا ومكان كذا. إن النية محلها القلب، ولا ينطق إلا ما كان من الحج أو الأمرة. بل إن بعض العلماء قالوا: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم الحج أو الأمرة، إنما قالها إشعارا لدخول ذلك النسك. ولكن النية محلها القلب، كالمصلي عندما ينوي في قلبه وأراد أن يبدأ بالسلام يقول: الله أكبر،
لدخوله في السماء وكذلك عند النسك تقول لبيك اللهم الحج أو لبيك اللهم الأمرة فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أما غير ذلك فلا ينطق بها فالله أعلم بما في قلوب العباد فالنية هو القصد فإذا قصد الإنسان شيئا وقع منه خلافه فالإبرة عند الله هو ما قصده أما في الحكم الإبرة هو ما وقع منه على سبيل المثال إذا نوى الإنسان أن يتصدق على الفقير فأتى هذا المال على رجل غني وهو يظن بأنه فقير فتبين له بعد ذلك بأن الذي أخذ ماله إنما هو من الأغنياء فالإبرة بنيته وما قصده فإن الله سبحانه وتعالى يؤجره بذلك وكذلك إذا أراد الإنسان أن يقتل رجلا آخر فضربه بالسيف فجرأه ولكنه لم يقتله فهو محاسب على نيته عند الله سبحانه وتعالى لكن عند الحكم فنال نحاسبه على جرئه ليس على القتل لأنه لم يقتله بعد لكن عندما أراد أن يقتله فالله سبحانه وتعالى سيحاسبه محاسبة من أراد قتل أخيه أيها الإخوة المؤمنون النية هي التي تفرق بين الأداء والعبادة وتفرق أيضا بين العبادة والأخرى فالإنسان إذا أنفق على أخيه إشفاقا له فإنه يساب عليه وإن واصلة الرحم فإنه يساب عليه أيضا وإن قربة لله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة فإن ذلك يساب عليه أيضا وكان يلوي هذه الأمور الثلاثة مرة أخرى فيكون له ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وكان يتصدق المتصدق لأخيه أو لقريبه لأنه قريبا ولكن إذا نوى أن يكون صلة رحم وصدقة للفقير وقربة من الله فالله سبحانه وتعالى يصاب عليه على هذه النيات كلها فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن يرائي هذه النية في كل صغير وكبير فإذا أردت أن تفعل أي شيء ما فعليك أن تستحضر جميع النيات الآيات ثم تفعل فإن الله سبحانه وتعالى يصاب على ذلك وكذلك النية تفرق بين العبادة وعبادة أخرى فمثلا الصلاة الظهر وصلاة العصر فهما ركعتا أي أربع ركعات وسرية وإنما أراد الإنسان أن يصلي صلاة الظهر أو العصر لا تستطيع أن تميز بين هذا الصلاة والصلاة إلا بالنية إذن فالنية لها بأهمية بمكان ينبغي للمسلمين أن يراعي هذه الأمور كلها ولا يمكن أن تفرق بين هذا الصلاة والصلاة إلا بالنية وكذلك في الصيام في صيام النافلة أو صيام الواجب أو الصيام التي فرض الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأعمال والأمثال في ذلك كثيرة ولو بكينا في هذه الكلمة لاستغرقنا أوقات وأيام في شرحها ولكن أريد أن أقول إن لهذا الحديث له بأهميته بمكان وقد انتشر على ألسنة الناس انتشارا عظيما ويتناولها الفقهاء والأصوليون والوعاظ وعامة المسلمين وخاصتهم إلا أننا نقرأها بملء فم ولكن لا نعبه بما أعنيها ولا نرائي أوامرها وما فيها ولا نستحضر في أعمالنا أو أقوالنا أو أفعالنا هذه الآيات علينا أن نراكب جميع الأعمال في جميع الأوقات ونكون مع حسن الظن بالله ونحسن النية في كل شيء
ونفوز بذلك فوزا عظيما وفقني الله وإياكم بما فيه الخيرين الدنيا والآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى بالله وليا ونصيرا والصلاة والسلام على النبي المصطفى وكفى به نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وأوصيكم على كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين وأوصيكم كذلك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك خير كثير. روى الإمام البيهقي في فضائل الأوقات بسنده عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة في الدنيا من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة كان الله له 100 حاجة 70 منها من حوائج الآخرة و 30 من حوائج الدنيا ثم يوكل الله ذلك ملكا يدخله في قبري كما تدخل عليكم الحنايا يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى إثرتي فأثبته عندي في صحيفة بيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. غوديغ إتوكافي الله ساكي وندمنا بيوا يمنا نيما نسام وانا الديني الدين المسلمين. Muna gode wa Allah, muna yi masa kirari, muna shaidawa babu sarki abin bautawa da gaskiya sai Allah. Annabinmu, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna shaidawa babu Allah ne, manzon Allah ne, zababben halittar Allah, shugaban mutanen farko, shugaban mutanen ƙarshe, Allah ya yi koshi jin kai da tarikai, ya yi musu bishara da aikin alheri in sun yi akwai aljanna. Yayi gargadi da mummunan aiki idan an yi akwai wuta ya zama mai kira zuwa ga Allah bal Muhammadu Rasulullah shi kansa fitila ne mai haske wanda ke haskaka zukata sira da aminci ya tabbata ga wannan manzo tare da alayen gidansa da sahabbai waɗanda suka yi imani da shi suka karfafe shi suka taimake shi suka bi hasken da Allah ya saukar tare da shi. Allah muna roƙonka ka samu a cikin waɗannan bayi da falalin nan naka bayan haka bayan Allah ina yi muku wasiyyaci ina yi muku nasiha da abinda Allah ya yi wa al'umman farko da al'umman ƙarshe nasiha da shi wannan wasiyyaci wannan nasiha shi da tsoron Allah. Ubangiji yana faɗa a cikin littafinsa mai girma walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu ganiyyan hamida. Allah madawakin sarki ya shin lalle hakika mai wasiyyaci ga al'umman da suka wuce kafin ku mai muku wasiyyaci al'umma annabi Muhammad abinda muke gaya musu wanda muka gaya muku shine ku ji tsoron Allah cikin aikin ku babba da gaggari amma idan kun fitoce to ku sani abinda ke cikin sama da ƙasa da Allah ne. Al-Qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bayan Allah ku ji tsoron Allah matukar tsoron Allah kada ku mutu face kuna kan musulunci addinin Annabi Muhammad al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam muna nana ta muku da cewa ku ji tsoron Allah. Ubangiji ya ce ku ji tsoron shi ku ji tsoron shi fa wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah da kansa yake ba ku tsoron shi ina ba ku tsoron kai na ku ji tsoron saboda wa ila Allahi al-masir makomakku ga Allah yake ranar tashin kiyama. Al'umma Annabi Muhammad ba mu gushe ba muna cikin sharhin hadisin innamal a'malu
بالنياتي وإنما لكل امرئ ما نوى خلوا يو أكون وانا جبا مكي فلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم